هو انا حاليا بمشي في الشارع ما بقوش يقولوا لي يا محمد، بيقولوا لي يا حوت. حوت بركات قصته كانت جميله جدا، لان اللي اكتشفه واحد اسمه محمد بركات، وده صاحب ورشه في شقه تعبان اللي بتشتري الرخام. يوم الحد بالليل بقلب في الفيس قبل ما انام، فلقيت صفحه مكتوب عليها الحفراجي وبيدي رساله او محتوى عن الحفريات وعن ازاي الديناصورات انقرضت. كان من ضمن البوستات اللي انا عملتها بوست كامل عن حوت المطبخ، لوح رخام صدر الى ايطاليا وهم بيقطعوا فيه طلعوا منه حوت، عمل ضجه في كل الاوساط العلميه في سنه 2011. طلعت على المصنع بنحمل طاوله الثانيه، في الثالثه لقيت شكل باينه فيها ملامح كبيره قوي تدل ان هي حاجه، صورتها وبعتها لدكتور عبد الله على الصفحه. شفت الصور صدمت، قلت له الصور اللي معاك دي لحوت، والحوت ده جاي من وادي الطرفه. تواصلنا معاه والراجل فعلا مشكور، كان عنده خطه مسبقه ان هو يتبرع بالقطع الرخام دي لمركز جامعه المنصوره للحفريات الفقاريه للدراسه ونشر العلم. تاني يوم مباشرة توجهنا للبشمهندس محمد في منطقة شقة تعبان، ورحنا اتقابلنا في حفاوة كبيرة جدا، ووالد البشمهندس محمد الحاج بركات والعمال، وكان حاجة جميلة جدا. فقال لي احنا ما بناخدش الحاجة وبننسبها لينا، الحاجة دي بتنسب للي اكتشفها، والحاجة دي هتنسب ليك. فقلت له أنا مش عايز ده بس، يعني أنا عايز أعرف حضراتكم هتعملوا بيها إيه؟ قال لي احنا هنتعلم منها وهنعلم منها. وهو ده اللي انا عايزه، وفعلا خدناها مركز جامعه المنصوره، وفعلا اعتقد ان هو هيبقى نوع جديد من اسلاف الحيتان لها اطراف تقدر تمشي بيها على الارض. شعب مصر شعب يعني يفتقر الى ان حد يعلمه. احنا بنتعلم وبنتعلم بسرعه، بس احنا مش لاقيين اللي يقول لنا او اللي يوعينا. انا لو ما كنتش لقيت صفحه الحفرجي كنت هلاقي الحفريه وهركنها على جنب زي اخواتها اللي لقيتهم قبل كده. فانا بقى اناشد الناس كلها ان هي تعمل حاجات، يعني يبقى فيها توعيه من الموضوع ده.